شكلي سلافة مامار وغيرها طبعا يعني، بس هي النجمة الأكثر لمعانا. طلعت شتمت بالممثلات البنيات. أنت ضد؟ مع؟ أكيد ضد. ضد الإشهار؟ لا لا، ضد الشتيمة بأي شخص سواء كان فنان أو غير فنان. بلكي هيدا رأيها وقناعاتها. رأيها وقناعاتها ما بيتحول لشتيمة طالما عم يعني طالما نحن بمجال واحد نشتغل بمجال واحد. هلا أنا ما بعرف إذا كانت هي فعلا قصدها هذا الكلام أو هو دائما مثل ما بنعرف نحن مثلا. لا، لأنه ما طلعت اعتذرت. يعني الحملة اللي عملناها عليها وما طلعت اعتذرت. هي الفكرة إنه قلت لك أنا ما امرأة جميلة جدا سلافة معوار، يعني ما لازم تخاف على حالها، بس على كل حال وينها؟ وين موجودة هلا؟ فرجينا عليها لسلافة معمار من بعد ما طلعت وشتمت اللبنانيات. هلا لاحظتي بهالغياب؟ هلا هي هل هو صدفة؟ هي أكيد لا، لأنه بيكون في رد فعل يعني، بس هي اشتغلت ب ب بأعمال يعني كفت هلا بأعمال سورية يعني. أوركيديا مثلا؟ أوركيديا، خاتون يعني. بس هو هذا اللي عملته اكيد غلط اكيد. ما بعرف ليش هاي التفرقه يعني كل الوقت اصلا بهذا اللقاء انا عم بنسال عنه، وانا اصلا ما بحس. قلت لك بيروت مدينه بتشبهني كثير، ومو لاني عايشه فيها اصلا. انا لا بطلب اقامه هون ولا بجرب اقدم وراء للاقامه هون، يعني هي كمدينه عم بحكيكي على شيء بعيد عن المصالح كثير. يعني انا ما عم بسالك كسوريه متهمه، عم بسالك كسوريه بريئه تعطيني رأيك. بس اكيد اللي عملته غلط. حتى لو كانت عم تشتم ممثله مصريه كمان فهذا الغلط سلوكها، يعني كان معيب بحق زميلاتها طبعا، بحق السوريين طبعا. قلتي مره انا لست كاتبه تحت الطلب. ليش مش تحت الطلب؟ اذا حدا طلب مني تعملي نص يطلب مني، مش سينمائية يعني. لا ما هيك، يطلب مني اني اعمل نص بفكره انا ملكي. لا يمكن لك استكتاب. لا هذا ما تعبير استكتاب، يمكن إيه لك بدي قصه عاطفيه تراجيدي. لا هو بتحكي عن هو عم يطلب نوع، اما لما بيجيب لي فورما او بيحدد لي قصه او طيب جوزك اشتغل على الفورما. ايه ما هي هذا يعني جوزك كاتب تحت الطلب. اوكي بس هذا هل هو بيقدر يعمل هيك او لا؟ انا بس تسكري لي عقلي بي 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 بقيود انه هاي القصه البطل بحب هاي البطله وبالنهايه هيك بصير بطل عم تكتب. انا بدي قصدي انت ما بتقدري تكوني كاتبه تحت طلب، مش ما بدك تكوني كاتبه تحت طلب. ما بقدر وما بدي. هذه القدره توفر عن زوجك مازن طه. يعني بينطلب منه عمل روسي بحوله الى لا هو مو حبه كراميل. بالضبط هو قالوا له انه نحن الجهه المنتجه شايلين الفورمه. ما تهربي. لا انا ما زوجك كاتب تحت الطلب، اما انت ما عندك قدره زوجك مازن حتى ويتفوق عليكي. يتفوق لانه عنده مهاره استاذ. بس انت قلتي بمحل انه ممكن انا اتفوق عليه، التلميذ بتفوق على الاستاذ. يعني انا ما سنتين. شوفي انا ما بزعل يعني لما بتقولي مازن فكانك عم تقولي ابني البكر. حتى انا ما بزعل. تحسي زوجك ابني البكر وبقول له اياها على ليه كيف؟ مع انه اكبر مني ب 20 سنه ومع هيك هو ابني البكر. كيف؟ لانه كثير نقي وكثير بريء براءة الاطفال حتى اللحظه، يعني ما عنده الخبث اللي بنعرفه. انا صار لي 10 سنين متزوجه، حتى اللحظه ما عشت لحظه اللي هي الغيره او الشك او افتح تليفونه او دور او علاقه اصدقاء انا وحده. شو تخيل يعني مثلا ايه؟ لا عاش اكيد. لا يعني نحن بغض النظر انه بنشتغل بمجال واحد، رفقاتنا وحده، اهتماماتنا وحده. بتفتشك بتليفونك؟ لا ولا حدا فينا بفتش بتليفون الثاني، مع انه تليفوناتنا ما فيها باسورد ومتروكه هيك. ما عندنا هي القصص اصلا، ما عندنا هذا الوقت او هذا الجلد لانه نعمل مشكله. اللي بيشتغلوا بنفس المجال هو بيعرف قديش المزاج والوقت كثير مهم للكاتب. وهربتي برضه من هيدي الاجابه، انت كاتبه تحت الطلب بتقبلي تكوني الكاتب تحت الطلب هو الماهر اكثر، لانه يصنع وصل لمحل صار حرفي، من يعني صار محترف. من شوفي انا فيكي هلا تجيبي لي فورمه وتقولي لي اعمليها
ونعرض علي تراجعتي. لا ما تراجعت. شوفي فيك تقولي لي بس انا ما بلاقي حالي بهذا المكان. اوكي يعني انا فيني هلا تقولي لي اكتبي لي قصه عني وعنا احنا قاعدين عم نكتب لك اياها المشهد فورا، بس هل هذا صناعتي؟ عم بدوري انا بعرف بس ما بقدر. ايه بس هل فكرتي الكاتب هو الفكره؟ هل انا هذا اللي بدي اقدمه؟ هذا اللي انا أقدمه. شو قصه بس قولي لنا شو قصه انه اقتبس او ما بعرف شو بكون اخذين القصه كلها؟ ايه هلا في فرق بين الاقتباس وبين الترجمان المحلق. عنا بنقول عنا كثير بسوريا عندكم. يعني الاقتباس انه انا شوف فيلم عمل اسرق منه الفكره. لا لما بكتب اقتباس فانا ما عم بسرق، لما بكتب على الشارع وبشتري حقوق وبكتب على الشارع انه هذا العمل مقتبس من هذا الناس. اقتباس يعني استئناس بالفكره او الفكره العامه بس شاركتك. يعني سرقوا لك عملك وحولوه لمسلسل فيلمك استأنسوا بالفكره؟ لا ما استأنسوا بالفكره، بس لما بيشتروا الحقوق يعني بيكون بموافقه مني، اذا انا كاتبه روايه او كاتبه فيلم واجوا اشتروا مني الفكره والحقوق وكتبوا على الشارع. لحظه اقتباس حبه كراميل شاريين الفورما. شاريين الفورما المسلسل. ما رينا على الجينيريك هيك؟ بلا نو هو الفكره كمان انه مازن قال لهم اوكي واشتغل على اول 3-4 حلقات وبعدين ترك المسلسل كاملا، لانه كان صعب انه مسلسل روسي ببيئه روسيه يتحول لمسلسل لبناني حاكي الواقع اللبناني. اما كل ما تبقى خطوط وحكايا وقصص وشخصيات كلها جديده. طب مثلا نادين جابر تقتبس؟ هو بس هو امتين بيعتبر اقتباس امتين بيصير سرقه؟ شوفي يعني انا هي حدا قال لي انه 30% اذا اخذوا 30% من مجمل العمل يعني هذا بصير اقتباس، بينما اذا زاد من 30%. شوفي الاقتباس انك تاخذي روح الفكره او الفكره العامه وتجيبي تجربي تطبقيها على الواقع، هذا اقتباس. اللي هي مثلا بس نجيب جابر مثلا نقلي حرف بحرف. اما لما انت تروحي لما تروحي ليلى عم تهرب مني؟ لا ما عم بهرب. لما تروحي انت بدك تكوني جاده على كلامي. لا لما بتخافي من نادين جابر؟ لا ما بخاف منها، هي صديقتي وبحبها كثير. انا ما بخاف منها اطلاقا. اما كيف تكتب تاليف مثلا؟ تكتب تاليف نادين جابر وهي اخذي كل العمل التركي بتتصل فيها ساره بتقول لها لا هيدا العمل كوري مش كوري ولا بردود تركي. سألي نادين جابر عن الموضوع. أنا بحبها لنادين، يعني بحبها على الصعيد الشخصي. شو خصني بحبك لنادين؟ إيه يعني كان الاقتباس والتأليف. يعني ما في بس مش نادين، في كمان هلا 50,000 اللي مأخوذ حرفياً عن تركي كمان بيقولوا كوري. طيب هيدا السرقة يعني أنا عم بسمي لك اثنين عشان الناس يفهموا، هيدا تعتبر سرقة أو اقتباس. هيدي لأنه أخذوا نفس الشخصيات نفس الخطوط. هذا استاخذ العمل بشكل كامل، انحطت الحوارات، يعني في حدا قاعد عم يحضر المسلسل ويطبع ويترجمه. ليش قلت لك ترجمان محلق؟ هي الفكره يلي صارت وهذا الشيء يلي انا بشكل شخصي زعجني انه الاعلام هلا لهذا اللي عم بيصير. الاعلام هون كثير هلا، يعني لقاءات وحكي وهذه الاعمال كانت مقاربه للوقت. طب ليه عم يصير تستر عن هذا الشيء؟ لو الاعلام بيعري هذا الموضوع او بيكشفه بشكل كثير علني كان الموضوع توقف. اما صار في تهليل. انا هلا بدي رأيك انه نحن الاعلام انا شفت بلقاءات انه بيقبلون بيقولون انه انتم اخذتوا هيك، عم يصير في نقاش إيه حول الموضوع اللي بيناقشوا بالدراما. مش في صحفيين انت بتعرفي بس قصدي يعني انا قصدي مو شرط يكون اعلامي بقامه مهمه، بس قصدي بينعرفوا يعني مجرد ما ياخذوا شيء اقتباس او فكره عن صار ليش ما بتنفضح هذا الموضوع والحكي بشكل كثير علني عن هذا الموضوع؟ ساعتها بصير الكاتب بيعد للعشره قبل ما يقدم عمل او يكتب اعمال بالجمله، 3-4 اعمال مع بعضها او تنتج مع بعضها ويهلل لهم. انا حقيقه ما بحضر تركي، بس يعني انحكى كثير انه صارت العالم ما بتحضر تركي. تركي اقوى منكم بكثير. اقوى لازم تحضرين. شوفي هي الفكره لها علاقه بانه انا رائعه التركي. انا عندي مشكله اصلا باني انا احضر شيء يعني وتتاثري فيه. لا مو اتاثر، انا بحب احضر الافلام الاجنبيه، بحب احضر الشيء اللي عندي مشكله بقصص المسلسلات اللي هي فيها
فرسلت النساء ومسلسلات الصالونات وال... لا لا بدك تحضري مثلا سياسي وطني تاريخي ايه وكمان على هذا المدى بشوف على هذا المدى الطويل قفلت على لاف اند بانشمنت شفت منه مشاهد لشوف كيف بتصير عندهم مافيات وتشوف قد ايه قريب للهيبه فوجئت صدمت انه نقلته نادين جابر فما بحضر عواطفي بحضر سياسي تاريخي لازم تشوفي كيف بيشتغلوا تاريخ انتم شايفين حالكم على مصر بتشتغلوا دراما تاريخيه فوتي شوفي تركيا تركيا مشهد واحد قد 10 افلام قد 10 افلام عربي مشهد واحد دقيقه بس قصدك الاعمال التاريخيه مثل حريم السلطان و... لا هي ما بتحكي حريم السلطان ما تبعته مثلا شيء سياسي محمد الفاتح بدات بالحلقتين الاول يعني شو هذا العمل اللي بجنن شو هالصوره الرائعه امكانيات و... هي العلاقه بالامكانيات ليش بدنا بالامكانيات ما الامكانيات موجوده خلي عينك على الجرس.